دكتور، لأنه اليوم أنت بشكل ما تنادي بعدم استغلال الدين في لعب سياسية سواء في المغرب أو خارج المغرب. لا، هذه أنا كفكرة، كمبدأ. كمبدأ أنا متيقن بذلك. هنا أعود إلى ما قاله كتاب مونتسكيو، ولهذا السبب ترجمته إلى اللغة العربية وبإتقان حتى يفهم على جيد، وهو أن كلما اختلطت الأمور الدينية والسياسية إلا وتخربت الدولة. وهذا ما حدث في منطقتنا للأسف، يعني المنطقة العربية حتى وإن لم تتحدث عنها، الشواهد كثيرة. فإذن هنا من هو المسؤول؟ أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، هي بدون شك أن المسؤولية مشتركة. ولكنك مع تقنين الإفتاء. الإفتاء أنا ما يعني لا أنا ما أقول ما لم نحرر. يا سيدي، يجب أن نحرر السياسة من الدين، نحرر السياسة من الدين دفاعا عن الدين ليس دفاعا عن رجال الدين. هذه نقطة مختلفة. ليس دفاعا عن الدين، يجب أن نحرر. فإذا أنا من الأنصار، لا بد من أن تكون هيئة دينية هي التي تقوم بهذا الواجب، متعلق بالطقوس، متعلق بنص التربية الوطنية الدينية إلى آخره. بل أكثر من ذلك، فيما يتعلق ببعض الأمور الاقتصادية والمالية، لا بأس أن تستشار هذه الهيئة في الجوانب التي تمس العقيدة في هذه المشاريع. ولكن ما عدا ذلك، المشاريع التي هي دنيوية بالأساس، الاقتصاد، تجهيز المال إلى آخره، لا دخل فيه. فأعطيك مثال. يعني أنا أعطيك مثال. تفضل. سئلت مرة في إسبانيا عن، لأن كان الكلام بما أن اقتصاد إسبانيا واقتصاد المغرب متداخل، عن البنوك الإسلامية، فكان جوابي واضح. قلت هذه البنوك هي تستعمل آليات وتقنيات معروفة من زمان عند جميع رجال المال، فكون أنك تسميها إسلامية لأنها مأخوذة في التاريخ لا يزيد ولا ينقص في شيء. هل كان من المصلحة أن تسمى إسلامية؟ ممكن، ولكن هذا الاسم هو اسم عنوان فقط. أما التقنية في حد ذاتها معروفة منذ خيام. فإذا معنى ذلك أن عندما تقول هذه البنوك هي إسلامية لا تزيد شيئا، هي بنوك يعني ما نعم تمارس نفس العملية بمسميات مختلفة. ما هو مشروعك القادم دكتور عبد الله؟ كما تعلم أنا الكتاب الذي أنا كتبي الأساسية غالبا ما تكون برنامجية، نعم، منطقية، إشكالية، فتفهم حسب، لأن الهدف منها ليس هو أن أقول عليك أن تقول كذا وكذا، اعلم أنه كذا وكذا، هذا ليس منطقي، منطق الدعوة ليس، بل أقول إذا أردت أن تصل إلى حصيلة فعليك أن تتبع هذا الطريق وهذا البرنامج. طيب، مرة فقلت الآن سأقول رأيي في السياسة، فكتبت من ديوان السياسة رأيي الشخصي. وجهة نظر، نعم. رأيي في متعلق بالدين هو ما سميته بالسنة، سنة ما
الفكرة الأساسية هي سنة وإصلاح، ماشي السنة والإصلاح، خطأ، سنة وإصلاح. يعني هذا كما أرى أنا مشاكل متعلقة بالإيمان الفرضي، نعم، وتمييزه عن المواقف السياسية العامة. فإذن أنا أذهب في هذا الطريق، أي أقول ما استخلصت من تجربتي الفكرية على المستوى الخاص. المستوى العام قلت ما قلت، لا أدري هل كان له تأثير على المدى القصير أو الطويل. يقال لي له تأثير على المدى الطويل، لن أكون هناك لأرى هذا التأثير. على أي حال قلته، بقي لي فقط أن أعبر عن تجربتي الخاصة الشعورية المتعلقة. أفكر في كتاب لكن لن أكتبه بدون شك. لماذا؟ وهو أنه رسالة وداع لزوجتي. أقول فيها أننا اقتربنا بعد 50 سنة من الزواج، اقتربنا من الوداع، وأقولها الوداع الأخير. هل نلتقي؟ لا أدري. هذا هو. يعطيك طولة العمر المؤرخ والمفكر المغربي الدكتور عبد الله العروي. أنت مؤثر اليوم وستؤثر دائما بطروحاتك المختلفة. شكرا جزيلا، واعذرني على يعني أرهقناك كثيرا في هذا اللقاء الطويل. أشكر متابعي مشاهدي ومستمعي حديث العرب على هذا، على متابعة حوارنا الطويل مع الدكتور عبد الله العروي. ألقاكم الأسبوع القادم بإذن الله، إلى اللقاء. شكرا جزيلا. شكرا.